لايك وشير وصلي على سيدنا النبي الزين وادعي لنفسك والوالدين والغير. اروح لمستر بيتسو موسيماني. مستر بيتسو موسيماني ليس ملاكا وليس شيطانا، يصيب ويخطئ، ولما يصيب هنقول هو عمل ايجابيات كذا، ولما يخطئ هنقول سلبيات، زيه زي اي حد، زيه زي فيريرا، زي اي مدرب، زي معين الشعبان النهارده اللي معرفش يعمل جمله يسجل منها، وخط الدفاع تحمل عبء كبير جدا من مهاجمي نهضه بركان. لكن مستر بيتسو موسيماني الذي يقترب من الثلاثيه ولو فاز بيها هيخش التاريخ ويبقى جنس ريكورد للنادي الاهلي، ولمستر بيتسو موسيماني في عدد مبارياته وبطولاته مع النادي الاهلي في الفتره اللي تولى فيها تدريب النادي الاهلي. طيب مستر بيتسو موسيماني عمل شويه تحذيرات لبعض اللاعبين رغم الفوز، عرفتها النهارده. من النهارده طبعا كان عندهم اجازه من التدريب الاحد وهيتمرنوا بكره ان شاء الله الاثنين استعدادا لمباراه طلائع الجيش المقرر اقامتها يوم الاربعاء الساعه 9:30، ومفترض انها بحكام من الدول الخمس الكبرى: اسبانيا، انجلترا، المانيا، فرنسا، ايطاليا. وحتى الان اتحاد الكوره قال لهم مش لاقيين. طيب النهارده حذر او قرر، خلينا نقول قرر تجميد حسام حسن مهاجم الفريق، لانه ابدى اعتراضه على عدم المشاركه في المباريات بشكل وحش وبشكل غاضب، اثار استياء مستر بيتسو موسيماني والمسؤولين عن البعثه وزملائه، وده من نقص الخبره اللي عنده، وده من نقص الخبره اللي عنده حسام حسن. فقرر تجميده وتاديبه واحالته الى الانضباط. انت مش معقوله تبقى في وسط الفرقه في مباراه زي دي وتعمل مشكله، لانها ممكن تاثر على كل زمايلك، وممكن تاثر على روح المعنويه، وممكن يبقى في ناس بتايدك، ناس بتتكلم، يبقى في لوكلوك، كل الكلام ده ما ينفعش يبقى موجود في مباراه مهمه زي مباراه النادي الاهلي والرجاء. فقرر تجميد حسام حسن وتوقيع عقوبه ماليه عليه، والعقوبه سريه لم يتم الاعلان عنها. بالنسبه لحسين الشحات برضه بيتسو موسيماني حذره من طريقة التذمر عند التغيير، التذمر عند الاستبدال. برضو بيتسو موسيماني بيعالج اول باول، ليه؟ عشان عندنا ماتشات صعبة وماتشات مهمة، دول عناصر اساسية، دول العساكر بتاعته اللي بيستخدمها في الملعب، عارف بيطلع ده ليه وبيعمل. وكلنا متفقين ان تغيير حسين الشحات غلط، ولو كنت عاوز تغير عشان حد يدافع كنت تغير طاهر محمد طه، لان حسين الشحات كان بيقطع ومنسجم مع بيرس تام ومشكل خطورة على مرمى الرجاء. فحذروا برضو من طريقة التذمر حتى ولو بتعبيرات الوجه عند الاستبدال أو ما إلى ذلك. كمان مركز مع اللعيبة، مسك بيرسي تاو قال له لازم تتعلم تسجل، انت كان عندك كورة اللي انفردت بيها ولعبتها ضعيفة دي، لو لعبتها قوية كان خلاص الأهلي سجل وكانت الدنيا ضحكت وكنا ركبنا الجيم وكنا قلنا خلاص احنا رايحين للنهائي مبكرا، ماشي الحال، ما كناش بس نقف عند الواحد واحد. فالكلام ده كلام مهم جدا من مستر بيتسو موسيماني، انه بيحذر عناصره الاساسيه. ليه؟ لان هو وطالب بيرسي تاو بالتركيز في التدريبات وعلاج اهدار الفرص، لانه لعيب مهم ولعيب اساسي وهيعتمد عليه ومركز مع. يا عم والله العظيم باركت النادي الزمالك على الفوز بالطايره، والله باركت النادي الزمالك، حاجه اللي داخل متاخر. فطالب بده. الجزئيه الثانيه ان هو ملامش علي معلول على اهدار ضربه الجزاء، ولكنه طلبه وطالب عمرو السلية ومحمد عمينم بالتدريب اكثر على ضربات الجزاء، ومش شرط يبقى احنا قايلين 1 2 3، لو واحد حاسس ان هو مش كده حد تاني يخش. فالكلام ده هيبقى في المرحلة القادمة وفي التدريبات القادمة بإذن الله تعالى. النادي الأهلي استعدادا لطلائع الجيش ووفاق الصيف يوم 6 أو يوم 7 إن شاء الله في القاهرة، ويوم 13 أو 14 في الجزائر الشقيق بإذن الله تعالى. بإذن الله تعالى وبإذن الله الأهلي يتأهل من القاهرة. خلي بالك فرقة يعني المباراة حاسمة ليها بتبقى خارج الديار، مرة مع الرجاء ومرة مع وفاق الصيف، ورغم هذا الناس ما بتشتكيش من ضغط المباراة اللي كل 72 ساعة في الدوري. ولولا هذا التوقف ما كانش لعيبة النادي الأهلي عرفوا، موسيماني عرف يشتغل معاهم ويعالج بعض الأمور. طيب في جزئية أخرى، وهو أن إدارة النادي الأهلي أرسلت خطابا للاتحاد الإفريقي لكرة القدم تستعجل صرف مكافأة التأهل إلى نصف النهائي الإفريقي. ده شيء مهم جدا بالنسبة له. الأمر الآخر، يعقد اجتماع اليوم الاثنين بين الكابتن محمود الخطيب والكابتن سيد عبد الحفيظ للتنسيق فيما بينهم فيما يخص موضوع تقديم احتجاج رسمي للاتحاد الافريقي لكرة القدم، وبحث مصير
حكام مباراة الطلائع والنادي الاهلي يوم الاربعاء الساعة 9:30 ان شاء الله، لان اتحاد الكرة قال لك مش عارف اجيب من الدول الخمسة الكبرى. هل هيطلبوا بقى النادي الاهلي يطلب حكم من حكام النخبة في اوروبا؟ ممكن يبقى في دولة تانية، مش شرط، مش شرط. ما احنا كان عندنا في افريقيا دايما في مرحلة من المراحل افضل حكام عندك كانوا من موريشيوس مثلا. هل ده ممكن يحصل؟ هيشوف هذا الامر كابتن سيد عبد الحفيظ وكابتن محمود الخطيب لدراسة الرد على الاتحاد المصري لكرة القدم، خاصة بعد الدنيا ما جريت. طيب